نورويج سيتي مانشستر يونايتد الكاس الاتحاد الانجليزي وين شلنا كيفاش الربع النهائي شلنا كيفاش المباراه الفينالي اللي انتهت 0-0 شلنا المباراه اللي انتهت الوقت تاعها الاصلي هدف لهدف شلنا هاري وين سجل في الوقت الميت في الدقيقه 118 يعني بعد خروج وين تيام بالدقيقة 89 بالبطاقة الحمراء من جانب نورويج سيتي وين لعبوا بعد بالنقص العددي يعني كانت المباراة وين نورويج سيتي نقولوا باللي نورويج سيتي اليوم وين قدم مباراة ند لند هذا الفريق اللي عنده أنصار تاع كرة قدم كما نقولوا حنايا كيفاش كانت المباراة وين نقولوا باللي أوديون الذي سجل في الدقيقة في الشوط الثاني هدف الأول في الدقيقة 51 شنا تواد الذي من جانب نورويج سيتي اللي سجل عدل النتيجة في الدقيقة 75 شنا كيفاش تحول المباراة بعد خروج تيام بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89 شنا هاري الذي أضاف الهدف الفوز والتأهل في الدقيقة 118 شنا كيفاش تيام نقولوا تيام الحارس اللي انقذ المرمى تاعو ماكسنا تيام كارلوس شنا كيفاش نقولوا باللي كانت لوكاس كاين نقولوا باللي ادم ايدي يعني كانت المباراه في القمه مباراه وين شاهدنا كيفاش سيرجيو لعب تاع مانشستر سيتي وهو حارس شنا ديغو شنا إيريك شنا هاري لوك شور شنا سكوت شنا فيدريكو خون ماتا يعني كانت جيمس إدوانو للمسجل الهدف كذلك وين شنا كيفاش المسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 كانت مباراة شيقة اللي شاهدنا فيها أهداف مباراة اللي نقولوا باللي كانت تكتيكية ما بين المدربين وشنا نورويج سيتي دخل بخطة 4-1 شنا مانشستر يونايتد اللي دخل بخطة 4-3 يعني كانت خاصة الشوط الثاني والوقت الإضافي اللي كانت تكتيكية ما بين المدربين كل مدرب ودار التغييرات تاعو كل مدرب وعرف كيفاش نقولوا باللي عرف كيفاش يدخل لاعبين ويش نهاري اللاعب المدافع اللي هو اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 118 يعني كانت مباراة شيقة من تأهل هذه يا نورويج سيتي هدف مانشستر يونايتد هدفين في كاس اتحاد الانجليزي ربع نهائي وتأهل مانشستر يونايتد صحيح.